المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولاتنا اليومية في حديث الصحافة. البداية اليوم مع صحيفة الشرق الأوسط، والتي نشرت مقالا للكاتب طارق حميد بعنوان الصفحة التي سيزورها الأسد في مكتبه. قال فيه: على صفحة كاملة نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس قصة مذهلة ومرعبة لكيفية تعامل الرئيس أوباما مع الثورة السورية منذ اندلاعها وحتى الآن. وجاءت القصة كمحصلة لعشرات من اللقاءات مع مسؤولين سابقين وحاليين للإدارة الأمريكية، وممن حضروا الاجتماعات التي حضرها الرئيس نفسه. وأهمية القصة الصحفية، يقول الكاتب، لا تكمن في تأكيدها لما هو معلوم عن تردد أوباما، وإنما مدى قراءته غير الجدية للأزمة وتأثيرها على المنطقة والمصالح الأمريكية ومصالح الدول المتوسط. والقصة تظهر كيف أن أوباما كان يعتقد بأن أزمة سوريا هي واحدة من الأزمات الشيطانية التي يواجهها كل رئيس، وأنه أي أوباما لم يكن متحمسا بالاجتماعات الخاصة بسوريا وغير صبور، ولدرجة أنه كان ينشغل بمطالعة رسائله الخاصة على جهاز بلاك بيري أو الاسترخاء ومضغ العلك. والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن الإدارة الأمريكية وعند إعلانها عن ضرورة رحيل الأسد وأن أيامه معدودة أوائل الأزمة، كان تقييمها معتمدا على أنه طالما رحل ابن علي ومبارك بسرعة ولم يصمد القذافي، فهذا يعني أن رحيل الأسد حتما سيكون سريعا حتى دون خطة. والجنون والعبث لا يقف عند هذا الحد، يضيف الكاتب، بل إن إدارة أوباما لم ترفض مقترحا واحدا من الاستخبارات الأمريكية لتسليح الثوار السوريين كما هو معلن أيام الجنرال باتريوس، بل إنها رفضت عرضا آخر من خلفه. كما تظهر القصة أن أوباما نفسه لم يأخذ الأزمة السورية على محمل الجد حتى بدأ حلفاء أمريكا يضغطون عليه مباشرة، علما وبحسب الصحيفة بأن التقارير الاستخباراتية كانت تأتي متوالية عن استخدام الأسد المتكرر للكيماوي. والمرعب أن القصة تكشف كيف أن كل قرار اتخذته الإدارة حيال سوريا من تسليح ودعم لم يكن لينفذ أبدا، حتى أن قرار تسليح الجيش الحر الذي أعلنته إدارة أوباما بعد مجزرة الكيماوي في الغوطة لم يكن جديدا، بل إنه قرار اتخذ بشكل سري قبل شهرين لكنه لم ينفذ وللآن. وعندما نقول إن القصة مرعبة، يقول الكاتب، بل إن تفاصيلها مثيرة للاشمئزاز، فلأنها تظهر مدى محدودية تفكير هذه الإدارة تجاه المنطقة وعدم جديتها. فإدارة أوباما مثلا قررت العودة للكونغرس للحصول على إذن بالضربة العسكرية ضد الأسد بحسب الصحيفة، لأنها تخشى استفزاز الكونغرس حين التفاوض مع إيران. كما ذكرت الصحيفة بأن نائب مستشار الأمن القومي حينها دينيس ماكدونو ورئيس كبار موظفي البيت الأبيض الآن قال لأعضاء بالكونغرس إن أزمة سوريا ستورط إيران لسنين، وإن مواجهات حزب الله والقاعدة في سوريا تصب بمصلحة أمريكا. إذن هكذا تفكر إدارة أوباما وتتعامل مع سوريا والمنطقة، وهو يبرر ما كتبناه هنا بأن قوة الأسد هي ضعف أوباما نفسه، ولذا فلا غرابة إذا غضب حلفاء أمريكا، ولا غرابة أيضا لو زار بشار الأسد صفحة نيويورك تايمز في مكتبه لتذكير حلفائه بأنه لا قلق طالما أن أوباما موجود. بالانتقال إلى صحيفة القدس العربية، والتي عنونت بالسفير فورد يلتقي المعارضة السورية في اسطنبول ليقنعها بالمشاركة في جنيف 2، قالت فيه: التقى السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد
عددا من قادة المعارضة السورية في اسطنبول في محاولة لإقناعهم بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2 للسلام في سوريا، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء. وقالت مساعدة المتحدثة باسم الوزارة ماري هيرن بأن السفير فورد موجود حاليا في اسطنبول للقاء المعارضة ومحاولة إقناعها بالمشاركة في المحادثات، وأضافت إن مشاركتهم أمر حاسم وسوف نواصل تشجيعهم للمشاركة في هذا المؤتمر، ولهذا السبب السفير فورد موجود على الأرض كي يتباحث معهم في اسطنبول. وترفض المعارضة كليا الجلوس على نفس الطاولة مع ممثلي النظام السوري، وتتواصل الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر. وفي هذا الإطار سوف تلتقي مساعدة وزير الخارجية ويندي شيرمان في 25 نوفمبر ممثلين عن روسيا، وكذلك الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي. وأوضحت هيرن بأنها فرصة وأن اجتماعا جديدا لإجراء محادثات ثلاثية والوقوف على الأعمال الجارية من أجل عقد مؤتمر جنيف 2 وتسوية العديد من النقاط المهمة العالقة. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة قد تعلن عن موعد لعقد هذا المؤتمر بعد هذا الاجتماع التحضيري في 25 نوفمبر. أعزائي المشاهدين، نشرت صحيفة العرب اللندنية مقالة للكاتب عمار ديوب تحت عنوان المعارضة تتفسخ والنظام يتوهم القوة. قال فيه: شكل الموقف الروسي والإيراني والميليشيات الطائفية الداعمة للنظام قوة تماسكه ومانع تفككه، بينما شكل تصارع القوى الداعمة للائتلاف الوطني وقوى من قطر إلى أمريكا عامل الخلل الفعلي في هشاشة المعارضة وتفككها. فلم تتشكل معارضة قوية وصلبة، المعارضة هذه لم تقدم نفسها كجهة واحدة موحدة ليتم الدعم عبرها، وهو ما فتح باب تواصل الداخل مع الخارج بشكل متعدد وخاطئ بالكامل، وهو ما ساعد أيضا على تفتيت قوى الثورة ومنع تقدمها، وهو ما سمح لاحقا بتدخل استخباراتي عبر النظام ودول المنطقة بل والدول الغربية لتتشكل كتائب وفق الطلب. إذن لعبت المعارضة التي نشأت متصارعة ومتقاتلة أسوأ الأدوار في إدارة الثورة، لتنتهي بها المعركة إلى دور سلبي لا يمتلك أي مشروع أو رؤية مستقلة عن الخارج. وحينما تتضرر ويلوح في الأفق إجبارها على التفاوض والكلام عن مكونات الائتلاف الوطني، تحرد وتعلن رفضها لجنيف، وتعيد الكرة عن رفضها لبقاء الأسد، ولكن دون أن تقدم أي رؤية لمشكلات الثورة ولكيفية تفعيلها أو لأي خيار آخر. وبالتالي هذه المعارضة ضعيفة ورديئة ولا تملك أي برنامج، يقول الكاتب. ويضيف أيضا: طبعا قدرة النظام على الاستفادة من تفسخ المعارضة ليست كبيرة، فهو لن يستطيع استرجاع أماكن كثيرة، والمعارضة لن تستطيع حسم المعركة ولن تتجاوز مشكلاتها أبدا. ويختم الكاتب بالقول: وبالتالي ورغم تماسك النظام بسبب حلفه المتين، فإن المعارضة وأمريكا لا تستطيع التنازل عن مسائل لا يمكن التنازل عنها. وما يضغط من أجل جنيف هو أن أي تأخير إضافي في عقده سيتيح للمجموعات الجهادية بالتوسع، ولن يكون لا بمقدور النظام ولا أمريكا ولا روسيا الاستمرار في وضعها تحت المراقبة، وسيكون الخطر عظيما على دول الإقليم لأسباب داخلية تخصها، وبالتالي سيعقد جنيف. ولكن وحتى الآن لم تجهز الطبخة جيدا، والنار مشتعلة تحتها وهي تتجهز بهدوء. موقع الجزيرة نت نشر مقالا تحت عنوان معظمية الشام موت بطيء تحت الحصار. قالت فيه: نحن أموات سريريا ولا يوجد لدينا أي مقومات للحياة، ومع ذلك لم نفقد الأمل في إيصال صوتنا إلى العالم.
هذه جملة مما قاله الناشط أبو رجب من معظمية الشام في حديثه للجزيرة نت، وتكشف التفاصيل عن معاناة بالغة السوء هناك، حيث يواجه 10,000 مدني الموت جوعا بعدما نفذت منهم أغلب وسائل الحياة، فلا كهرباء ولا وقود، ولم يبقى من مخزون الطعام سوى 5% فقط، وأغلب العائلات تعيش على وجبة طعام واحدة في النهار تتألف من بعض الأعشاب والزيتون وربما التين أو عرانيس الذرة لمن كان محظوظا. وكانت قد ضجت وسائل الإعلام الحكومية منتصف الشهر الحالي بسماح النظام لعدد من أهالي المعظمية بالخروج منها بعد حصار دام قرابة 10 أشهر، وبدا ذلك أشبه بمكرمة من نظام لم يتوانى عن قصف المنطقة بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها السلاح الكيميائي. وحسب إعلام النظام، نقل الأهالي المحررون من العصابات الإرهابية إلى عدد من مراكز الإيواء في دمشق وريفها، وتم تأمين كل ما يلزمهم من طعام ولباس ودواء. وبعيدا عن تلك الدعاية الرسمية، يروي أبو رجب حقيقة ما حدث قائلا: أخرجوا 2500 شخص من النساء والأطفال ممن هم دون الرابعة عشرة من العمر خلال يومين، وعند خروجهم في اليوم الأول ووصولهم إلى الحاجز بدأ عناصر قوات النظام بتوزيع الخبز عليهم. كانوا يقسمون الرغيف إلى 4 أجزاء ويرمونها على قارعة الطريق، وبالطبع راح الأطفال الجياع يلتقطونها. أما اليوم الثاني فبدأ كيوم الحشر، حيث تجمع الآلاف ممن يريدون الخروج، ولم يعد عناصر النظام قادرين على السيطرة على الوضع. حتى الحافلات التي أحضروها لم تكفي الجميع، فتم انتقاء عدد من المجتمعين بشكل عشوائي، وعاد البقية أدراجهم. وعن الوضع الطبي داخل المدينة يقول أبو رجب: إنه أصبح غاية في السوء بعد مجزرة السلاح الكيميائي في 21 أغسطس آب الماضي، فنفذ مخزوننا من أدوية الالتهاب وأكياس الدم والسيروم، واليوم يموت أكثر من نصف المصابين جراء القصف بسبب نقص المواد الطبية. دفع هذا الوضع المأساوي من تبقى من سكان المعظمية إلى فقدان ثقتهم بالمجتمع الدولي والمعارضة الخارجية، إذ يعتبر أبو رجب كل من المجلس الوطني والائتلاف الوطني عبارة عن مجموعة لا عمل لها سوى المتاجرة بدماء السوريين، وقال: لا يمثلنا إلا من هم على الأرض، ولم نصمت حتى اليوم إلا بسبب تعاضدنا ووقوفنا يدا واحدة بوجه النظام. أقسمنا جميعا مدنيين ومسلحين على أن نحيا معا أو نموت معا، فالجيش الحر هنا هم أهلنا وأبناؤنا، وإن كانت لهم أخطاؤهم ومشاكلهم فإنها لن تفرق بيننا. صحيفة الواشنطن تايمز كتبت مقالا تحت عنوان: استخدام الطاقة لبسط النفوذ الجيوسياسي، قالت فيه: على الرغم من الأخبار التي كانت تدور مؤخرا حول دور الرئيس الأمريكي باراك أوباما في سوريا، إلا أن المراقبين يرون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من حقق انتصار دبلوماسي في سوريا، وذلك عبر عرض تفكيك منظومة السلاح الكيميائي السوري. فقد استطاع بوتين إدخال نفسه من جديد في الشرق الأوسط، كما استطاع تشتيت السياسة الأمريكية هناك. وتضيف الصحيفة بأن السبب يعود إلى عاملين رئيسيين: الأول هو سياسة أمريكا الخارجية الضعيفة، والثاني هو قدرة بوتين على استغلال الطاقة التي يبتز بها أوروبا الشرقية والوسطى سياسيا مقابل نقل الطاقة التي تحتاجها تلك الدول من روسيا. والآن فإن على أمريكا، يقول الكاتب، أن تلعب اللعبة مع الانتقام، فإذا وافقت الإدارة على ذلك فإنها ستستطيع إعادة التوازن للطاقة في العالم وتقليص قدرة أمثال السيد بوتين أن تسبب الأذى. والحقيقة هي أن الولايات المتحدة لعبت بشكل فعال لعبة كبيرة الجغرافيا السياسية للطاقة في الماضي. في تقرير عام 2012 توقعت وكالة الطاقة الدولية بأن تصبح السعودية وروسيا
أكبر المصدرين على مستوى العالم في حلول عام 2017، في حين أن تقرير وكالة معلومات الطاقة الأمريكية نوهت إلى أن زيادة اكتشاف مصادر النفط والغاز سيجعل من الولايات المتحدة قادرة على رفع إنتاجها إلى 760 ألف برميل يومياً، وهي أكبر زيادة منذ القرن التاسع عشر. وهذه الزيادة، يقول الكاتب، سوف يزيد من قدرة أمريكا على نشر التوازن للطاقة في العالم، مما سيقلل من سيطرة روسيا على شرق ووسط أوروبا. وختمت الصحيفة بالقول: السؤال هو، هل سيتم خنق هذا التحول العميق من جراء حرب إدارة أوباما على الطاقة؟ بالانتقال إلى الصحف التركية، نقرأ في موقع هابرلر الإلكتروني التركي ونقلا عن وكالة دوغان ما يلي: مصادر إعلامية تركية تفيد بأن القضاء التركي اتهم 33 شخصا، بينهم سورياني اثنان، بالوقوف وراء هجوم وقع قبل 5 أشهر وأسقط أكثر من 50 قتيلا في مدينة الريحانية قرب الحدود مع سوريا. قالت وكالة أنباء دوغان التركية: إن النيابة العامة في أضنة والمكلف بالتحقيق في قضية تفجير الريحانية طلبت الأربعاء في 23/1/2013 إنزال عقوبة السجن المؤبد بالمتهمين 33، بعدما وجهت إليهم تهمة القتل العمدي باستخدام عبوة ناسفة. ويوجد 18 شخصا من المتهمين 33 قيد الاعتقال. أما العقل المدبر للاعتداء وهو بحسب الاتهام مهراج أورال المعروف بعلي كيالي، والناشط في اليسار المتطرف والذي أصبح من أنصار بشار الأسد ولا يزال فارا. وبحسب وسائل الإعلام التركية فإن أورال يقيم منذ سنوات في سوريا، ويتهم معارضون سوريون مهراج أورال ومجموعته بالمسؤولية عن مجازر وقعت في منطقة بانياس وقرى محيطة بها على الساحل السوري. وكان انفجار السيارتين مفخختين في 11 أيار 2013 أسفر عن سقوط 52 قتيلا في مدينة الريحانية قرب الحدود مع سوريا. وحملت أنقرة التي قطعت علاقاتها مع سوريا مسؤولية التفجيرين إلى مجموعة ماركسية تركية تعمل لحساب النظام السوري، ونفت دمشق حينئذ أي علاقة لها بهذين التفجيرين. ولم يحدد القضاء بعد موعد بدء المحاكمة بهذه القضية. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في حديث الصحافة. إلى جولة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.